انتهت الانتخابات العراقية وانتهى معها تنافس الكتل للظفر بأصوات الناخبين وما بقي منها هو تطلع العراقيين إلى حال أفضل يأخذ البلد نحو حالة من الاستقرار السياسي والأمني والتحسن الاقتصادي يوم الاقتراع العام ترك انطباعات متفاوتة لدى العراقيين أنا يعني بالنسبة لي ثورة داخل كل فرد يعني هذا الرفض وهاي اللاء الكبيرة يعني هي يعني تبني على اساس مستقبل اني اتفائل به مستقبل للعراقيين جيد. يعني اكو مناطق صارت بها تزوير. فما اعتقد يعني مستقبل العراق حيصير فد اكيد نفس الشيء. انتخابات نوعا ما نزيهه وهذا يدل على ان المفوضيه نجحت في اكثر من السنوات السابقه لتامين الانتخابات. وعلى مدى اشهر مضت جندت الدولة العراقية كافة امكاناتها لاقناع العراقيين بضرورة الادلاء باصواتهم، وهو ما اسهم في تحسين مستوى التعبئة باهمية التصويت بعض الشيء. ان ربط نجاح الانتخابات ونسبة المشاركة وتضحيات الجهود الامنية والحكومية تكون بمستوى إنشاء دولة يتطلع إليها الجميع أما بدون ذلك فإن هذه الجهود للأسف سوف لن تكون لها أي أثر على واقع الأرض في الحياة في العراق وتميزت انتخابات هذا العام عن سابقاتها بأنها لم تشهد فرض حظر شامل للتجوال بما قد يؤدي إلى إعاقة حركة التنقل للسكان كما أنها كانت أول انتخابات لم يشارك فيها قادة الكتل السياسية وهو ما شجع كثيرا من المقاطعين على مراجعة خياراتهم وحسبها باتجاه المشاركه سريعا وتحت جنح الليل غابت وبشكل سريع كافه يافطات الدعايه للمرشحين بعد رفعها من قبل امانه العاصمه لتعود شوارع بغداد وساحاتها الى سابق عهدها قبل الانتخابات. يوسف الحسيني الحره بغداد